حمص القديمي الحميديه، حمص القديمي قصف التنسيقية على الأرايح في قوم، قصف عنيف على الحي. يا الله شو هذا هيك؟ قصف عنيف، حمص القديمي، تنسيقيات حمص القديمي، قصف على المنازل، حتى تنسيقيات قصفوها. الله أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. تنسيقيات حمص القديمي تم قصفها بالهاون وقصف المنازل. انظروا ماذا حل يا عرب. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. 31/5/2012 قصف حمص القديمي وقصف مكتب تنسيقيات حمص القديمي. الله أكبر. الله أكبر. قصف بالكامل لحمص القديمي. حسبي الله ونعم الوكيل. أين أنتم يا عرب؟ حسبي الله ونعم الوكيل. 31/5/2012